سلام، البخار ده أكنه كده بيغسل البني آدم من بره ومن جوه، يعني أكنك أو كأنك بتتولد من جديد، خصوصا لما يبقى في يوم زي ده كده، يوم بتستقبل فيه دنيا الحلال، زوجة صالحة، الحياة الهادية بقى، راحة البال والطمأنينة والسكينة. يا عم حافظ، تحس كده أكنك خاشش دنيا. ده على أساس إنك أول مرة تخش دنيا. إيه التفوية دي؟ ليه كده؟ يا عم حافظ، كل اللي فات حمادة، إنما اللي جاي بقى حمادة تاني خالص. التوبة وجبت، يا ما أنت كريم يا رب. التوبة وجبت، والقلب، القلب نضف خلاص، وجت خلعت توب الحرام. يا سلام يا سلام. خلاص يا عم حافظ، احنا من النهارده يمين يمين يمين. أفلح إن صدق. تبا تبا لك هاك من ذاك. وهل تجوز التوبة في السونة؟ ولم لا؟ لم لا؟ لأنك ملبوس. والله يا عم حافظ بقى، ما تقفلهاش في وشي، ما تقفلهاش في وشي بقى. ده أنا ما صدقت أبواب السما كانت مفتوحة. هنديك العلا الله، هنديك العلا الله، هنديك العلا الله، هنديك العلا الله. بونجور دكتور. هنديك العلا الله أفندم؟ لا لا ولا حاجة كده، ولا حاجة. هو في حاجة؟ أبداً، أنا كنت جاي أشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. أنا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده، هو يعني الدكتور هيكون محتاج إيه يعني؟ أو أي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. ما يغرش عليكي ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور عمر، ايه ده؟ دي مؤامرة، دي مؤامرة عليا، دي مؤامرة عليا. انت يا ست انت، مفيش، لو سمحتي اتفضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا.